بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الأصص، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة بإذن الله تعالى وبعد يعني كمش في حدود 70 يوم من زراعة الطماطم اللي هي الكريز دهيت أو الشيري سموها زي ما تسميها، ما شاء الله محصولها ممتاز جدا وحاجة يعني مفرحة بصراحة جدا 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 ما شاء الله. طبعا ألوانها مختلفة. الزراعة بتاعتها تمت في تربة عادية خالص، شوية بيتموس أو شوية أي مادة عضوية مع رملة عادية خالص، هتشوفها فيما بعد أهي. المهم التقارب بتاع الكلسترات دي، كلستر هو من التربة اهي، ده المفروض اول كلستر على طول، ده الزراعة السليمة. كلستر الاول اهو، التاني اهو، تمام، التالت اهو، الرابع اهو، تمام، الخامس اهو، ماشي، وهكذا لسه هتطلع كمان. نيجي برضو على صنف تاني اهو، بس ده لون احمر لسه بيلون اهو، عندك اهو شايف ما شاء الله اهو، شوف كميات قد ايه ما شاء الله طلع اهو. التالت برضو اهو، شايف الكميات يعني ما شاء الله حلوة جدا جدا جدا. ماسورة بلاستيك عادية حطينها اهي زي اللي هي بتاع الكهرباء دي، وحاطين في القصيص ده، هو قصيص صغير جدا اهو، قصيص اهو زي ده بالظبط كده، مفيش اي حاجة الا ان التعبية بتاعته بس سليمة ومظبوطة. ورشينا طبعا، هتشوف بس انا بفرجك الاول على ده وبعد كده بوريك العمليات الزراعية اللي تمت في الطماطم ده. شايف الازهار فوق، كل ده هيجيب يا جماعة، كل ده هيجيب، بس من الاول ضمننا ايه محصول يعني يكون كويس جدا، والبذور بتكون من مصدر كويس مش اي حاجة وسلام. في الجزئية ده هي بقى بنعمل الخلطة ازاي. شايفين الرملة خالص والله طبيعية خالص، رملة هي من الطريق يعني، رملة عادية خالص، رملة عادية خالص اهي، تمام، وبنخلط عليها السماد البلدي اهو، وبناخد لها الخلطة اللي هي شوية سوبر او شوية داب اي حاجة بنخلطها مع بعض كويس بحيث ان هي تكون تمت التجانس، بتتخلط مع بعضها اهي. رملة عادية خالص اهي، والله رملة عادية خالص اهي، وشوية سماد 20-20 هم تشايف على طرف الحاجة. العملية اصلا مش يعني مش الذرة يعني، وبتعملهم تقلبهم في بعض كده لحد ما يتم التجانس، تمام، بيتم التجانس وبتبدأ نعبيهم في القصيص بتاعنا. القصيص لازم يكون في ثقوب من تحت زي ما انت شايف كده، لازم يكون في ثقوب. الثقوب ده هي بنحط فيها حتة شبكة عشان ما تنزلش الرملة، تمام، وتعمل عملية صرف في نفس الوقت. بنحط حتة الماسورة عشان تعمل تهوية يا جماعة في القصيص، تمام، ده المنظر كده. بتحط الماسورة بحيث ان احنا بنملاها سن او خرسانة، سميها زي ما تسميها هي، بحيث ان يحصل عندي اهو بنعبي التراب وبعد كده بنعبي الماسورة خرسانة بحيث يبقى في قطاع طولي كله عبارة عن ايه، عن السن ده هو، او بسموه في الخليج الخرسانة او سامي زلوط من المهم يعني السن ده، عشان يبقى في مسام بحيث تعمل تهوية للجذور وفي نفس الوقت ما تعملكش عفان وفي نفس الوقت بتنزل المية الزايدة عن حاجة النبات وعن حاجة التربة، تمام، في ما بيسموه الماء الحر يعني، ما لا بتمسكوا التربة ولا بتمسكوا جذور النبات ولا بيمتصوا النبات، فبينزل على طول لانه زي الماء الحر ده اللي بيعمل لك المشاكل دايما اهو. بنملاها هون وبعد كده عشان يبقى في قطاع طولي عبارة عن ال الخرسانة ده هي او السن او الزلوط او زي ما تسميه سميه اهو، تمام، وبنهزه وبنطلع الماسورة
كده ضمننا ان في ايه، ان في تهوية كويسة للجذور والحاجة الفايضة عن النقاها. المفروض بنغطيها بزلط من فوق، ليه؟ عشان لما تيجي تروي ما يعملكش مشاكل بالنسبة للتربة. تمام اهو، بس كده الزايد عن حاجتها. تمام. بنزرع في وسط الزلط ده عادي. ليه؟ ليه الزلط عادي بقى او الحاجة دي عادية ليه؟ لان هي غير نشطة كيميائيا، مش هتأثر في العناصر اللي حضرتك بتحطها. زي ما شفت اهوت، المكونات اهي عبارة عن هم شوية الكمبوست او شوية زرع دواجن او حما، اي شيء عندك او عندك تبدأ تحطهم بالمنظر اللي حضرتك شايفه ده هو. وخلصت القصة على كده، ولا محتاجة موازين ولا محتاجة اي حاجة خالص، انتوا بتعبوا نفسكم. شوية الرمل مع العضوي مع شوية الاسمدة المعدنية اللي هم موجودين هنا اهو. تمام. بعد كده بنروي عشان نخمرها يا جماعة، بنروي بحيث ان هي تتخمر، وبنسيبها اسبوع اهي بنرويها، وبنسيبها عشان يحصل تفاعل كيميائي ما بين الاسمدة العضوية والمعدنية والتربة اللي احنا حطيناها. وبعد كده وبنملاها مية وبنسيبها ممكن كل اسبوع، في خلال الاسبوع درواها مرتين ثلاثة بحيث ان هي تشبع مية ويحصل في تحلل للمادة العضوية. وبنبدأ بعد كده بقى ايه، زي ما انت شايف قدامك، نبدأ عملية الزراعة بتاعتنا، ان احنا نجيب شتلات. طبعا الحاجات دي هي طالعة من التربة نفسها اللي احنا حطيناها في خلال الاسبوع، لسه هي دوب طالعة اهي. بنبدأ نزرع الزراعة بتاعتنا، بنبدأ نزرع الشتلة بتاعتنا ان تكون كويسة، مجموع جذر كويس، وبنبدأ نرويها مفيش أي مشكل خالص. دي في كل الحاجة، في الخيار وفي الطماطم وفي كل حاجة تقدر تعمل العملية ده هي. ودي برضو شتلات تانية هي موجودة، يعني على حسب اللي حضرتك تحبه، يعني موجودة شتلات. بس طبعا الشتلات ديت أصلا من مخصوصة، يعني البذور بتاعتها روسي على فكرة يا جماعة، وهي يعني موجودة للغرض ده، اللي هي الطماطم الشيرد. الطماطم دي في خلال موسم النمو اهي بنورقها، اللي بتطلع في القبض بنورقها. طبعا اللون فاتح عشان التصوير بس مش اكتر، ما هو اللون ما شاء الله ممتاز يعني اهو. بس ده لكل اللي في قصة الطماطم دي يا جماعة، اهي مطلعة ما شاء الله اهي. بنبدأ نربطها بسلك او حاجة على الماسورة اللي هي موجودة دهيت. اهم شيء في القصة دي ان الكلسترات تكون قريبة من بعضها، يعني الازهار تكون قريبة من بعضها، العناقيد يعني يا جماعة، العناقيد تكون قريبة من بعضها بس. والقصة يعني ما شاء الله هي بتطلع طماطم دي على فكرة الالوان يا جماعة، في منها الاسود وفي منها الاحمر وفي منها الاخضر وفي منها اللون. المهم هي طماطم كريز كلها زي ما حضرتك شايف كده اهو. تمام. دي كل قصة الطماطم. طبعا بيلزمنا ان احنا نكافح الطماطم ده هي، بيلزمنا نكافحها بعبارة عن مبيدين، واحد فطري وواحد حشري، بنحطهم وبنبدأ كل اسبوع ممكن نرشها رشة. هي تطلع كويسة جدا اهي ما شاء الله، يعني حب كويس جدا زي ما شفت في اول الفيديو. ديت هي نفس الحاجة، سهلة قوي يعني، بس عايزة مكان طبعا. ممكن في الاخر بننقل الحاجة ده هي للداخل البيوت، بتتلف من بره كده، بنجلدها بحاجة بشكلها ظريف كده وبتتحط جوه البيوت، وبالنهار بتطلع في البلكونة عادي، وبالليل ممكن تدخلها مفيش اي مشكل خالص داخل البيت. بشكلها حلو جدا وظريفة جدا، بس اهم شيء البذور تيجي من مصدر محترم. البذور اهم شيء تيجي من مصدر كويس، ويكون مصدر محترم ما فيهوش اي مشاكل. لازم تكون اف 1 يا جماعه، وحاجه متخصصه، مش تروح تجيبه وخلاص. انت كده كده مكلف كل حاجه، فيبقى مش ناقص الا البذور تبقى كويس. اللون فاتح يا جماعه عشان التصوير مش اكتر، اللون فاتح لان انت شفت في التصوير الثاني اللي هو الاول في اول الفيديو ده ما شاء الله. ديت دي بنكافح يا جماعه اهو بالبتاع دي، بنكافح اهو مبيد حشري او فطري بتكافح. والتسميد خلال الموسم زي ما عملنا في الكوسة كده، هم شوية زي ما بتحط تجيب ان بي كي اللي هو ال2020، وبتبدأ تسمد زي ما بتكون، او بتكون حضرتك بتحطي ملح على الطعام كده، او الاكل بتاعك الطبيخ بتاعك. فنفس القصة كده ما فيهاش اي مشكل خالص، نفس ال
مو بيتفطر ومو بيتحشري، كل مرة كل أسبوع مرة من ده ومرة من ده، والعملية بتبقى زي الفل وتمام تمام. ما تنساش إن دي المفروض تتغطى تحت شبكة يا جماعة، تحت شبك نت المفروض بنغطيها. ده كل اللي كان في الطماطم الكريز ده، هي اللي حضراتكم شفتها قدامكم. بشكركم، أي حد عنده استفسار في حاجة تحت أمر الجميع. ده طبعا يونيفورم ده عشان الجذور، عفوا الجذور، مع انها ما جاتنا استبلان ده عشان الحشرات وكده بس. وشكرا لحضراتكم.